نشرة مفصلة من الميادين، أهلا بكم. وفي عناوينها: إحنا يا إخوان اليوم نبعث يا إخوان 29 33 شهيدا وأكثر من 70 جريحا في قصف الاحتلال منازل سكنية بمخيم جباليا. جيش الاحتلال يواصل حصار شمال القطاع والمستشفيات لليوم 15 ويقطع الاتصالات. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف حيفا بصواريخ نوعية وقاعدة عسكرية شرق الخضيرة وتواصل التصدي لمحاولات تقدم الاحتلال عند الحدود. حركة حماس تنعى القائد يحيى السنوار قائد معركة طوفان الأقصى، والقسام تؤكد: دخلنا المعركة الكبرى ونعلم أن ثمن التحرير غال. فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى السنوار وتؤكد أنها وفية لدمائه. حزب الله يزفه شهيدا بذل دمه في مواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي. والسيد الحوثي يقول: واهم من يراهن على انهيار جبهة الجهاد الكبرى. وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. بالمسيرات، القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة في بحر العرب ومؤكدا تحقيق العملية أهدافها. وصنعاء تنعى القائد السنوار بالمسيرات بمسيرات مليونية دعما لفلسطين ولبنان. وبعد إعلان بايدن علمه بموعد وطبيعة الرد الإسرائيلي القادم على إيران، وزير الخارجية الإيراني يحذر بأن من يمد تل أبيب بالدعم والتجهيزات سيتحمل مسؤولية الخسائر المحتملة. أكثر من 100 شهيد وجريح حصيلة مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال في شمال قطاع غزة، حيث ارتقى 33 شخصا على الأقل بينهم 21 امرأة من جراء قصف الاحتلال منازل فوق رؤوس ساكنيها في مخيم جباليا شمال غزة. الأطقم الطبية أكدت أن حصيلة المجزرة مرشحة للارتفاع مع بقاء عدد من الشهداء تحت الأنقاض. وبالموازاة تواصل قوات الاحتلال حصار المستشفيات في شمال غزة وتمنع دخول الطعام والماء إلى المرضى والأطقم الطبية لليوم 15 على التوالي، فيما أقدمت على قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن شمال القطاع وعدة مناطق في مدينة غزة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية واستئصال واضحة المعالم وتطهير عرقي في مخيم جباليا بمحافظة شمال قطاع غزة، حيث ارتكب جيش الاحتلال مذبحة جديدة مساء الجمعة راح ضحيتها حتى الآن 33 شهيدا بينهم 21 امرأة، والعدد قد يصل إلى 50 شهيدا بسبب وجود العديد من الشهداء تحت الأنقاض وتحت البنايات المدمرة التي قصفها الاحتلال فوق رؤوس ساكنيها المدنيين. وبالموازاة أفاد مراسلنا في شمال غزة باستمرار المعارك الضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما أقر جيش الاحتلال أن جنديا من لواء جفعات أصيب بجروح خطيرة خلال هذه المعارك. وفي سلسلة عمليات أعلنت كتائب القسام تدمير دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بعبوة شديدة الانفجار شرق معسكر جباليا، ونشرت القسام مشاهد لاستدراجها قوات إسرائيلية خاصة لأحد المنازل المفخخة مسبقا قرب مفترق الصفطاوي غرب مخيم جباليا. المنازل حتى كمية تاني اللي هو مفترقه حشيش. تمام. الله سنذيقكم الويلات الويلات تحت أزير الزنانات وهدير الرصاص يعمل أبطالنا المجاهدون. Thank you.
اغرز هاي اغرز اغرز. ولا على بالنا، هاي مش بعيد عنا يمكن 6-7 متر. احنا اللي نولعهم مش هم اللي يولعوها، احنا اللي نولعهم. جاهزين انهم نعد ونجهز لهم اشراطا من الموت باذن الله. عشان لو يتسلم يطلع من على البرج من هنا يوضع البرج يتريخوا ليه فيه. سرايا القدس أعلنت الإجهاز على قوة إسرائيلية راجلة خلال اشتباك مسلح من نقطة صفر في منطقة أبو شرار وسط مخيم جباليا. ونشرت السرايا مشاهد من استهداف مجاهديها مستوطنتي سيدي روث ونير عام في غلاف غزة وقصف جنود وآليات الاحتلال المتوغلين في مخيم جباليا شمال القطاع. في جبهة لبنان أعلنت المقاومة الإسلامية تنفيذ 21 عملية عسكرية ضد الاحتلال أمس مستهدفة حيفا بصواريخ نوعية، كما هاجمت بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة عين شمر شرق الخضيرة. المقاومة الإسلامية في لبنان أعلنت استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية وبهجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمعات جنود الاحتلال. كذلك واصلت المقاومة التصدي لمحاولات تقدم جنود الاحتلال عند الحدود، واستهدفت دبابة ميركافا بمحيط موقع العباد بصاروخ موجه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح. وينضم إلينا إذا من جنوب لبنان مراسلنا خالد خليل. نرحب بك خالد ونسأل عن التطورات حتى هذه اللحظة في الجنوب على وقع الاستهدافات الإسرائيلية، العدوان الإسرائيلي على أكثر من منطقة في جنوب لبنان هذه الليلة، بالإضافة في المقابل إذن للتصدي البطولي للمقاومة الإسلامية في جنوب لبنان. نعم، صباح الخير. قبل الحديث عن آخر العمليات العسكرية التي أطلقتها ونفذتها المقاومة الإسلامية، كنت قد ذكرت دينا بأن المقاومة خلال 24 ساعة الماضية نفذت 21 عملية عسكرية تنوعت بين صد محاولات واستهداف مواقع بصليات صاروخية، وبالإضافة إلى استهداف تمركز عدة أماكن تمركز لقوات الاحتلال. كان أيضا من ضمنها تصدي وحدات الدفاع الجوي لعدد من المسيرات حاولت يعني اختراق المجال الجوي من قبل
وحدات الدفاع الجوي للمقاومة الإسلامية وتصدت لتلك المحاولات، بالإضافة إلى تدمير دبابة مركافة تحديدا عند موقع العباد. في العمليات العسكرية الجديدة التي نفذتها المقاومة الإسلامية منذ منتصف هذه الليلة حتى ساعات الفجر الأولى، كانت المقاومة أعلنت عن عمليتان عسكريتان، الأولى استهدفت بها مستعمرة الملكية، والعملية الثانية استهدفت بها تجمع لجنود الاحتلال تحديدا في جل الدير. وبحسب بيانات المقاومة فقد سددت يعني ووجه ضربات، حققت هذه الضربات إصابات مباشرة. فيما يتعلق بعمليات الأمس، يعني كان اللافت آخر عملية أعلنتها المقاومة الإسلامية استهداف قاعدة فيلون في روش بين شرق مدينة صفد. هذه القاعدة التي تستهدفها المقاومة الإسلامية ليست للمرة الأولى لها دلالاته، لا سيما وأن منطقة صفد تقع على مرتفعات، ويعني يتبجح الاحتلال بأن هذا المرتفعات يستطيع السيطرة والتحكم والرصد من عدة قواعد عسكرية بها. فيأتي استهداف المقاومة لهذه القاعدة وليس للمرة الأولى له دلالاته، لا سيما بأن هذه المنطقة تعتبر خط إمداد، والقاعدة الأولى الدفاع القاعدة الأولى في هذه المنطقة، لا سيما أنها تبعد ما يقدر يعني 15 كيلومتر عن الحدود الشمالية للبنان، بالإضافة بأنها تشكل قاعدة إمداد للواءين 7 و188، بالإضافة إلى 210. إذن يعني هذا الاستهداف الذي حصل خلال الساعات المساء المتأخرة له دلالات. فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية، كان هناك آخر الاعتداءات تمت عند الساعة 2:30 فجرا، طالت هذه الاعتداءات بلدة الخرايب بالإضافة إلى منطقة جل البحر في صور. بحسب معطياتنا الاستهداف في جل البحر يعني خلف عدد من الجرحى، الحصيلة يعني النهائية لم تصدر بعد عن الجهات المعنية، ولكن مصادرنا أكدت بأن هناك عدد من الجرحى جراء هذا الاستهداف في جل البحر. فيما يتعلق بسلسلة الاستهدافات، فبلدة الغيام تواصل استهدافها مع ساعات الفجر الأولى عبر يعني قصف متواصل، بالإضافة إلى تحليق مكثف لطائرات الحربية واستهدافها بأحزمة نارية، هذا فيما يتعلق في بلدات الخيام والخرايب بالإضافة إلى جل البحر. وفي الاعتداءات كان هناك سلسلة من الاعتداءات طالت بلدات أنصاري الخيام، مجد الزوم، بنت جبال، ياطر، كفر حنين وصربين. هذه البلدات يعني خلال ساعات المساء كان لها نصيب من هذه الاستهدافات المتواصلة والمتكررة، وأيضا النبطية وتحديدا الحي الرهبات التي يواصل هذا العدو استهدافه بشكل ممنهج، بالإضافة إلى المدينة الصناعية في صور. هذه للمرة الأولى يتم استهدافها هذه المدينة، خلفت أضرار جسيمة، كانت أصوات الانفجارات يعني سمع دويها في أنحاء المنطقة، وهذا أيضا يدل على سياسة الاحتلال بتدمير الممنهج للمخدرات والمنشآت الاقتصادية. فيما يتعلق بحصيلة أعداد الشهداء، كان هناك شهيدين في غارة تعرضت لها بلدة كفر تبنيت، وبحسب وزارة الصحة اللبنانية فبلغ عدد الشهداء 2418 شهيدا، أما عدد الجرحى فقد تجاوز 11300 جريح. هذه المحصلة طبعا ليست بالنهائية، ولم يتم احتساب بها أعداد الشهداء والإصابات التي نتجت عن الاعتداءات خلال الساعات الأخيرة الماضية. شكرا جزيلا لك زميل خالد خليل مراسلنا من جنوب لبنان. المقاومة الإسلامية في لبنان نشرت مشاهد من عملية استهدافها مركز التأهيل والصيانة في قاعدة 7200 جنوب مدينة حيفا المحتلة. كما نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد من عملية استهداف مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة بصليات صاروخية.
إلى دائرة نيرانها أدخلت المقاومة حيفا وهي ثالثة المدن حجما في فلسطين المحتلة لتتحول إلى مدينة مهجورة تشبه كريات شمونة كما وعدت المقاومة. هذا التقرير لمنال إسماعيل. خلافا لوعود المسؤولين الإسرائيليين بإعادة سكان الشمال إلى مستوطناتهم التي يثبت كل يوم أنها تذهب أدراج الرياح، فإن توعد حزب الله بتحويل حيفا ثالث مدينة في فلسطين المحتلة إلى كريات شمونة بدأت تظهر مفاعيله على الأرض. إذا تحدثنا عن ترسانة سلاح العدو نرى أن مدى النيران يتوسع، ومناطق مثل حيفا وبنيامينة تحولت إلى هدف للقصف اليومي. وكحال كريات شمونة وما حولها من مستوطنات، فإن كل شيء في حيفا بات مهجورا. إنها مدينة في حال حرب، يشعر كل من يعيش فيها بزيادة كبيرة في عدد صفارات الإنذار منذ أسبوعين، فضلا عن الصواريخ التي تطلق من لبنان، وهو ما يدخل سكان حيفا وجوارها مرتين على الأقل في اليوم إلى الملاجئ والأماكن المحصنة. حزب الله يدير كل يوم روتين يومه بين 150 و200 صاروخ مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، ويرسل الملايين إلى الأماكن المحصنة ويمس بروتين الحياة وبالنسيج الاجتماعي ويشوش أي عملية ممكنة. هو يستطيع الاستمرار في ذلك مدة طويلة جدا. حزب الله انتقل إلى خطة الاستنزاف بإطلاقه الصواريخ، وهو يوسع ذلك إلى منطقة الوسط. الشعور في حيفا ثقيل والخوف قائم طوال الوقت، يروي من بقي من سكان في حيفا ويضيف: منذ بدأت هذه الحرب تغير كل شيء إلى الأسوأ نفسيا واقتصاديا ومعنويا. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، قال إن الحل الدبلوماسي يجب أن يتقدم على العنف والدمار، وأضاف أن لا أولوية تعلو على وقف إطلاق النار، وشدد على وجوب الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان. من جانبها اعتبرت ميلوني أنه من غير المقبول استهداف اليونيفيل وطالبت بحمايتها. في المقابل أكدت للسيدة ميلوني أن لا أولوية تعلو على وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين وتدمير البلدات والقرى، وشددت على التزام لبنان بالتطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به، لا سيما القرار 1701، وأبديت استعدادنا لتعزيز وجود الجيش في الجنوب ليقوم بمهامه كاملة بالتعاون مع قوات اليونيفيل. كذلك أكدت للسيدة رئيسة الوزراء شكر لبنان وتقديره للمساهمة الكبيرة والدائمة لإيطاليا في عداد قوات اليونيفيل، ما يعبر عن التزام إيطاليا بسلامة لبنان واستقراره وصون وحدة أراضيه. أن لبنان المتمسك بالشرعية الدولية يرفض تهديد إسرائيل اليونيفيل بالمغادرة والاعتداءات التي تعرض لها والتي تشكل انقلابا فاضحا على الشرعية الدولية.
كشف مصدر مقرب من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف للميادين أن ما نقل عن رئيس البرلمان الإيراني وما فسر من كلامه في وسائل الإعلام بشأن وقف إطلاق النار في لبنان غير صحيح بالمطلق. هذه المواقف لقاليباف تجاه التطورات الجارية في لبنان واضحة وصريحة للغاية، بما في ذلك موقفه في مجمع البرلمانات الدولية، وكذلك زيارته إلى لبنان وحديثه للإعلام بأن كل ما تؤيده الحكومة والمقاومة اللبنانية بشأن وقف إطلاق النار ستؤيده إيران وهي جاهزة للتعاون في هذا المجال. المصدر يؤكد أن هذا الموقف هو ذاته الذي طرحه في لقائه مع رئيس الوزراء اللبناني، ولا يجب لأي طرف أن يتخيل أنه من دون الوصول إلى تأييد المقاومة يمكنه الحصول على اتفاق سياسي مستدام. أما بشأن التفاوض مع أوروبا فيأتي لمساعدة الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تؤيده الحكومة والمقاومة اللبنانية. زفت حركة حماس رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار شهيدا مشتبكا. القيادي في الحركة خليل الحية أكد أن الشهيد ارتقى مقبلا غير مدبر حتى آخر لحظة من حياته وكان ثابتا على أرض غزة. ننعى القائد الكبير الأخ المجاهد الشهيد يحيى السنوار أبو إبراهيم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس وقائد معركة طوفان الأقصى، الذي ارتقى بطلا شهيدا مقبلا غير مدبر، ممتشقا سلاحه، مشتبكا ومواجها لجيش الاحتلال حتى آخر لحظة من لحظات حياته. لقد عاش الأخ القائد الشهيد يحيى السنوار مجاهدا وشق طريقه في حركة حماس منذ كان شابا يافعا منخرطا في أعماله الجهادية، ثم في سنوات الأسر 23 قاهرا للسجان الصهيوني، وبعد أن خرج من السجن في صفقة وفاء الأحرار واصل عطاءه وتخطيطه وجهاده حتى اكتحلت عيناه في 7 من أكتوبر 2023 يوم الطوفان العظيم، إلى أن نال أشرف مقام وأرفع وسام وارتقى إلى جوار ربه شاهدا وشهيدا راضيا بما قدم من جهاد وعطاء. وأكد الحية أن دماء الشهيد السنوار ستظل تشكل دافعا لمزيد من الصمود والثبات، وأن حماس ماضية على طريق الشهداء حتى التحرير الكامل. الحية شدد على أن الأسرى لن يعودوا إلا بوقف العدوان والانسحاب الكامل من غزة وخروج الأسرى الفلسطينيين. إن استشهاد الأخ القائد يحيى السنوار وكل قادة ورموز الحركة الذين سبقوه على درب العزة والشهادة ومشروع التحرير والعودة لن يزيد حركتنا ومقاومتنا إلا قوة وصلابة وإصرارا على المضي في دربهم والوفاء لدمائهم وتضحياتهم. نقول للمتباكين على أسرى الاحتلال لدى المقاومة إن هؤلاء الأسرى لن يعودوا لكم إلا بوقف العدوان على شعبنا في غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال. نقول للمتباكين على أسرى الاحتلال لدى المقاومة إن هؤلاء الأسرى لن يعودوا لكم إلا بوقف العدوان على شعبنا في غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال. وإننا ماضون في نهج حماس وروح طوفان الأقصى ستبقى جذوتها متقدة تنبض بالحياة في نفوس أبناء شعبنا. وإننا على عهدك يا أبا إبراهيم، ورايتك لن تسقط بل ستظل خفاقة مرفوعة عالية.
القسام زفت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد يحيى السنوار، وقالت إن الشهيد السنوار ارتقى في أشرف المعارك دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك وعن الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وضحى بزهرة شبابه أسيرا في سجون الاحتلال لأكثر من 20 عاما قبل أن يخرج مرفوع الرأس في صفقة وفاء الأحرار. وبمجرد تحرره تابعت القسام أبا الشهيد السنوار إلا أن يواصل مسيرة الجهاد ولم يذق للراحة طعما، فأشرف على العمل العسكري للحركة. البيان تابع أن مسيرة الجهاد لم تتوقف حتى تحرير فلسطين وطرد آخر صهيوني منها واستعادة كامل الحقوق المشروعة. الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالي نعى الشهيد القائد يحيى السنوار، وقال في بيان إن الشهيد السنوار أمضى حياته مجاهدا وارتبط اسمه بأكبر معركة خاضها الشعب الفلسطيني على مدار نضاله الطويل، وهي معركة طوفان الأقصى، وكدا على أن الشعب الفلسطيني والمقاومة سيبقون أمناء على خط المقاومة وأوفياء لروح القائد الكبير يحيى السنوار. قيادة حزب الله قدمت من جانبها تعازيها الحارة إلى الشعب الفلسطيني ومقاومته، وأكدت في بيان أن السنوار حمل الأمانة وشعلة القيادة من الشهيد القائد إسماعيل هنية كي يكمل مسيرة المقاومة ضد المشروع الأمريكي والاحتلال الصهيوني، وبذل في سبيل ذلك دمه حتى نال الشهادة وأسمى مراتب الكرامة والكمال الإنساني. حزب الله أعرب عن ثقته بالوعد الإلهي والنصر لعباده المؤمنين. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اعتبر أن استشهاد السنوار مؤشر واضح على الجرائم الإسرائيلية، وقال أن السنوار ناضل ببطولة حتى اللحظة الأخيرة من حياته دون أن يستسلم، كما أكد أن المقاومة لن تتوقف عند استشهاد أبطال هذه الساحة. بدوره قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي تقدم بالتعازي والمواساة لعائلة الشهيد السنوار وحركة حماس وكتائب القسام. وفي كلمة أكد السيد الحوثي أن من يعتقد أن استشهاد السنوار سيؤدي إلى انهيار جبهة الجهاد الكبرى في قطاع غزة وكسر الروح المعنوية للمجاهدين فهو واهم. وإذا تصور العدو الإسرائيلي أن استشهاد القائد المجاهد الكبير يحيى السنوار رحمة الله تغشاه سيؤدي إلى انهيار جبهة الجهاد الكبرى في قطاع غزة العزة وكسر الروح المعنوية للمجاهدين فهو واهم، وهي آمال سرابية. فحركة المقاومة الإسلامية حماس هي حركة معطاءة ومتماسكة، وقدمت الشهداء القادة من يومها الأول باستشهاد مؤسسها وقادة من أبرز قاداتها، ولكنها لم تضع راية الجهاد ولم تترك الميدان ولم ترفع راية الاستسلام، بل واصلت مشوارها التصاعدي في الجهاد والبناء وتطوير القدرات والاستمرار في العمل في مختلف المجالات، وتصدرت الساحة الفلسطينية وهي تدافع عن شعبها وعن المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وعن أرض فلسطين المباركة. أي انعكاس لاستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار على تطورات المعركة وملف المفاوضات؟ هذا تقرير لعمر كايد. نشوة إسرائيلية كبيرة بقتل يحيى السنوار. يتسابق قادة الاحتلال للاستعراض أمام الكاميرات، يقف نتنياهو وقادة جيشه بزهو ليطالبوا قادة حماس بالاستسلام وتسليم الأسرى، ظنا منهم أن قتل السنوار وغيره من القادة سيربك الحركة ويؤثر في إرادتها القتالية ويضعف بنيتها العسكرية. في قراءة واقعية للبعد الميداني تؤكد الوقائع أن غياب القادة لا يؤثر عمليا في أداء الكتائب والسرايا، فاستراتيجية القسام القتالية تعتمد أسلوب الزمر والمجموعات المتفرقة تدربت على سيناريو المواجهة الطويلة حتى من دون التواصل مع القيادة المركزية،
فالمجموعات لها أنفاقها الخاصة وكلها مزودة في مختلف الأحياء والمناطق بالأسلحة المناسبة والمواد التي تمكنها من تصنيع القذائف والعبوات، كما أن القيادة أعطتها صلاحيات مطلقة في اتخاذ القرار الميداني الملائم. أما على صعيد القيادتين العسكرية والسياسية فمن الصعب كما تفيد التجارب السابقة أن يؤدي استشهاد السنوار إلى تليين موقف الحركة في قضية الأسرى وغيرها، فرفاق دربه في المجلس العسكري وعلى رأسهم محمد الضيف وأخوه محمد السنوار وعز الدين الحداد ومحمد شبانة وغيرهم هم من الجيل المؤسس ومن صناع هذه البنية، وهم أكثر تمسكا بهذا النهج الثوري، كما أن أعضاء المكتب السياسي لديهم قرار حاسم بأن لا تسليم للأسرى من دون وقف العدوان والانسحاب من غزة وإعادة الإعمار وتحرير كل الأسرى. في هذا السياق أيضا وفي تعقيب إعلامي إسرائيلي على استشهاد السنوار، قالت صحيفتها أريتس إن الاغتيالات السابقة لقادة حماس أثبتت أن الحركة لم تغير معها سلوكها ولا إيديولوجيتها وهي لم تؤدي إلى انهيارها، فبعد كل عملية اغتيال يظهر قادة جدد وتظهر حماس قدرة على التعافي واختيار قيادة جديدة. صحيح أن ارتقاء يحيى السنوار هو خبر ثقيل باعتباره شخصية استراتيجية وغير عادية، وهو عنوان هذه المرحلة ورمزها، لكن بسالته وجرأته ومشهدية استشهاده الأيقونية تعكس كلها حقيقة الشخصية الجمعية للمقاومة لا تراجع مهما بلغت التضحيات. أما بخصوص موضوع التهديد بالاغتيال لي وللأخ القائد أبو خالد الضيف وإنه ما تأثيره وغيره على ذلك، أنا أقول بأنه أكبر هدية يمكن أن يقدمها العدو والاحتلال لي هو أن يغتالني وأن أقضي إلى الله سبحانه وتعالى شهيدا على يده. أنا اليوم عمري 59 سنة، أنا حقيقة أفضل أن أستشهد بالF-16 أو بالصواريخ من أني أموت بالكورونا. على يدي السنوار نشأ جيل الطوفان وآمن بفكره، رجال أولو بأس شديد يقاتلون بكل جسارة وإقدام، فيقتلون ويقتلون، يحملون دم قادتهم ورفاقهم ويمضون، ولا ترى عيونهم الثورية سوى طريق التحرير. تأمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في استئناف مفاوضات الإفراج عن الأسرى من خلال اغتنام ما تعتبره فرصة بعد استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار. وفي هذا السياق قرر بايدن إرسال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى تل أبيب في محاولة لتحقيق هذا الغرض وسط تصاعد المخاوف في واشنطن على مصير الأسرى في غزة. هذا التقرير لمحمد كريم. منذ الإعلان عن نبأ استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، أطلقت الإدارة الأمريكية بدءا من الرئيس جو بايدن ونائبته وصولا إلى وزيري الخارجية والدفاع حملة للتعبير عن حالة من الارتياح واغتنام ما اعتبرته فرصة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى لدى حماس. رسالتي ثابتة، في المقام الأول علينا وضع حد لهذه الحرب. أعتقد أن مقتل السنوار يوفر فرصة لننطلق منها من أجل إنهاء هذه الحرب واستعادة الرهائن، وهي الفرصة التي ستمنحنا ذلك. إدارة بايدن تجاهلت حتى الآن اتخاذ إجراءات تلزم نتنياهو وحكومته بتحقيق ما أعلنته مرارا عن ضمان عدم اندلاع حرب شاملة في المنطقة والإفراج عن الأسرى. مفاوضات وقف إطلاق النار دخلت مرحلة الاحتضار منذ عدة أسابيع نظرا إلى رفض السيد السنوار. أعتقد أنه في اللحظة التي يمكننا فيها استئناف المفاوضات فإنها ستنطلق من النقطة التي توقفت عندها، أما ما قد تفضي إليه فلا يمكن التكهن به. الرئيس بايدن قرر إرسال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في الأيام القليلة المقبلة في محاولة لإعادة تنشيط محادثات وقف إطلاق النار، فيما الغرض الأساس هو توظيف الحدث انتخابيا بما يساعد المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. يبدو أن ما عدته إدارة بايدن انتصارا بالأمس يتلاشى اليوم مع تصاعد المخاوف على مصير الأسرى لدى حماس، التي شددت على عدم قبول أي صفقة تبادل إلا وفق شروطها المعلنة. محمد كريم، واشنطن،
الميادين. يحيى السنوار في طريقة استشهاده تحرر من اسمه وصورته وصار صوت الحرية، هكذا حضر قائد حماس الشهيد في مواقع التواصل الاجتماعي. استشهاد قائد حماس يحيى السنوار حضر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي. سكوت ريتر رأى أن استشهاد السنوار يمثل ضربة للحركة ولكنها ليست ضربة قاتلة، ويضيف: بعد شهر من الآن لن يتحدث أحد عن وفاة السنوار، بل سيتحدث الجميع عن المقاومة المستمرة لمقاتلي حماس. دان كوين اعتبر أن إسرائيل ارتكبت خطأ بنشر لقطات للحظات الأخيرة من حياة السنوار وهو يرتدي الكوفية ويلقي عصا على الطائرة التي كانت تصوره في آخر عمل من أعمال التحدي للاحتلال الصهيوني. كان ينوي أن يكون شهيدا وحقق أمنيته، لقد فاز وفي وفاته أصبح أسطورة. التقارير تشير وفق حساب تايبيريس إلى مقتل السنوار فوق الأرض في قتال نشط فيما يختبئ نتنياهو في مخبأ بين السكان المدنيين. وفي منشور على منصة إكس أيضا يقول مايك بريزنر: أحب مدى غباء إسرائيل في بعض الأحيان، طريقة مقتل السنوار سوف تلهم مقاتلي المقاومة للأجيال القادمة، معركة أخيرة أيقونية ذات أبعاد أسطورية. وفي منشور آخر يقول شون بادرايك ماكارثي: إن العالم قلما يكون أبيض وأسود، لكن الإسرائيليين حقا شياطين، وأنصارهم في الغرب ليسوا في الحقيقة سوى ساديين وعمال بسطاء، أما محور المقاومة فيمثل حقا أفضل جزء من الإنسانية وأكثرها جدارة. أما أحمد دقة فاختصر المشهد بمنشور قال فيه: السنوار بطل خارق، لا لأنه لا يعرف الموت وجسده من فولاذ، بل لأن كل هذا الذي اجتمع عليه شياطين الأرض وجنها وناسها، ومع ذلك عرف أنه فكرة لا جسد وأنه ثورة لا إنسان. لقد تحرر الآن من اسمه ووجهه وصار صوت الحرية. أكد مراسلنا في اليمن أن طائرات العدو الأمريكي البريطاني شنت غارتين على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف شمال غرب مدينة الحديدة. من جهة ثانية أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف سفينة في بحر العرب بعدد من الطائرات المسيرة، وذلك بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة ميغيل أبولوس في البحر العربي، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. ونفذت العملية من قبل سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. تحيي القوات المسلحة اليمنية المجاهدين في غزة وفي لبنان، وتؤكد أن استشهاد القائد الكبير يحيى السنوار لن يزيد المقاومة وكل الأحرار في العالم إلا إصرارا على مواصلة طريق التحرير والانتصار. إن القوات المسلحة اليمنية وهي تدشن عامها الثاني من الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس تؤكد استمرارها في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي واستهداف كافة السفن المرتبطة به أو المتجهة إليه أو التي تتعامل معه، وكذلك استمرارها في استهداف العدو الإسرائيلي بالصواريخ والمسيرات، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان. وإلى جبهة الإسناد العراقية، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية سرايا أولياء الدم تنفيذ عملية نوعية بالطيران المسير استهدفت فيها هدفا حيويا في الجولان المحتل. وقالت المقاومة إن هذا الاستهداف يأتي في إطار التزامها الشرعي وانتصارا للدماء البريئة في غزة ولبنان وإيمانا بوحدة الساحات.
المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت أيضا مهاجمة هدف حيوي في شمال فلسطين المحتلة، وقالت المقاومة إن الاستهداف تم بواسطة الطيران المسير، ونشرت مشاهد لانطلاق الطائرات. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة أن لديه علما بكيفية الرد الإسرائيلي على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران وموعد هذه الهجمات، لكنه أحجم عن الخوض في التفاصيل. وأضاف بايدن للصحفيين في ختام زيارته للعاصمة الألمانية برلين أن هناك فرصة للتعامل مع إسرائيل وإيران بطريقة قد تنهي صراعهما في الشرق الأوسط لبعض الوقت ووقف هذا التبادل المتكرر للضربات بينهما. تحدثنا عن الشرق الأوسط، نعتقد أن هناك طريقا إلى السلام فيه سيكون أصعب، ولكننا متفقون جميعا على الأمر نفسه. هناك إجماع تام، نعتقد أن هناك إمكانية للعمل لوقف إطلاق النار في لبنان، لكن الأمر سيكون أصعب في غزة. نتفق على ضرورة أن تكون هناك نتيجة لما سيحدث في اليوم التالي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي ردا على تصريحات بايدن قال إن كل من له علم بموعد وطبيعة هجوم إسرائيل على إيران أو يمدها بالدعم والتجهيزات سيتحمل مسؤولية كل الخسائر المحتملة. أكد السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي في لقاء مع الميادين أن الاتفاقية الاستراتيجية والتي تشمل كل جوانب العلاقات بين روسيا وإيران أصبحت جاهزة للتوقيع. الاتفاقية الاستراتيجية بين روسيا وإيران أصبحت جاهزة للتوقيع، وكان يمكن توقيعها أثناء قمة قازان لقادة البريكس الأسبوع المقبل، لكن الرئيس بوتين دعا الرئيس بيسيشكيان خلال لقائهما في عشق أباد في تركمانستان الأسبوع الماضي إلى زيارة موسكو، واتفقا على التوقيع على الاتفاقية خلال لقاء ثنائي. وعلى جبهة لبنان شدد جلالي على أن حزب الله متماسك تنظيميا ويحافظ على قدراته رغم كل ما تعرض له، بدءا من تفجير البيجرات وصولا إلى اغتيال الشهيد سيد حسن نصر الله. كل إنسان يرى بعينه يعرف أن الإسرائيليين الذين دعوا إلى الاحتفال بعد استشهاد السيد نصر الله معتقدين أن حزب الله انتهى ومعه المقاومة. هم اعترفوا بتعرضهم لضربات لم يتعرضوا لها سابقا، واعتقدوا أن ضرب حزب الله سينهي المقاومة، لكن الواقع هو أن الحزب لم يتأثر والمقاومة مستمرة، وحزب الله حافظ على قوته وكيانه التنظيمي. خروج شعبي مليوني يمني في ميدان السبعين بصنعاء وأكثر من 300 ساحة وميدان تحت شعار مع غزة ولبنان صف واحد كالبنيان. هذا التقرير لأحمد عبد الرحمن. ثابتون كالجبال، واقفون كالبنيان مع غزة ولبنان. في وجوههم ترى الإصرار والعزيمة، وفي أعينهم تتجلى الإرادة الصلبة. إنهم اليمنيون، وهذا صوتهم الهادر يتعالى مجددا من هذا الميدان مع المقاومة حتى النصر. لولا هؤلاء الأنظمة وهذه الأنظمة الحائلة بيننا وبين فلسطين ولبنان لذهب اليمنيون حتى ولو شيرا على الأقدام، ولكانوا هم في مقدمة الصفوف، ولكانت دماؤهم تسفك قبل أن تسفك أي يسفك الدم الفلسطيني والدم اللبناني. حشود لا ترى لها نهاية تهتف بالمقاومة والجهاد. أعلام الحرية ترفرف وإلى جانبها صور القائد السنوار والقادة الشهداء، ولسان حال هذه الحشود المترامية: ها هنا بعض النجوم انطفأت كي تزيد الأنجم الأخرى اشتعالا. أن عظماءنا وقياداتنا لهذا المحور هم في مقدمة الصفوف. نؤكد للعدو الصهيوني بأن استشهاد يحيى سنوار واستشهاد القادة لن يثنينا عن موقفنا، وأيضا قصفكم للعاصمة صنعاء وقصفكم الجمهورية اليمنية لن يثنينا عن موقفنا. كل صورة تحكي بطولة وتضحية في ساحات القتال ومواجهة الاحتلال، وكل راية تروي ملاحم مقاومة وتحرير، وكل لافتة تعبر عن غضب الملايين وفخرهم بالقادة الشهداء.
الكلمات والقصائد والهتافات تتعالى، والجميع يتعهد بالثأر ويؤكد السير على درب الأبطال حتى النهاية. عهد له بأننا سنكمل طريقه، وبأن طوفان الأقصى لن يموت إلى تحرير فلسطين وطرد اليهود الصهاينة. من صنعاء إلى تعز، ومن الحديدة إلى صعدة، ساحة غضب مفتوحة لليمنيين من مختلف الأجيال، عززته دماء الشهيد السنوار ونفخت فيهم روحا مقاومة جديدة، مؤكدين أن هذه الدماء لن تذهب هدرا. من ميدان السبعين إلى ميادين اليمن الأخرى، اليمنيون مع فلسطين ولبنان، وهم جزء لا يتجزأ من معركة الأمة ضد عدوها الوجودي كما يقولون وكما تؤكد أفعالهم. أحمد عبد الرحمن من ميدان السبعين بصنعاء، الميادين. شهدت وسط البلد في العاصمة الأردنية عمان مسيرة دعم لغزة ولبنان ورفضا لحصار جباليا تحت شعار لا للتجويع ولا للإبادة ولا للتهجير. المشاركون أكدوا أن استشهاد القائد يحيى السنوار سيزيد المقاومة قوة من أجل تحرير فلسطين، ونددوا بالدعم الأمريكي لإسرائيل، كما جددوا دعمهم للمقاومة مؤكدين أن نتنياهو فشل في تحقيق أهدافه من العدوان. تظاهرة حاشدة في كربلاء تأييدا للمرجعية الدينية ورفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، شاركت فيها فعاليات اجتماعية وسياسية وشعبية من مختلف المحافظات العراقية. هذا التقرير لصلاح الخزاعي. تظاهرة داعمة للمرجعية الدينية انطلقت هنا في كربلاء، استنكرت الجرائم الإسرائيلية في اعتداءاتها على غزة ولبنان. استنكارا للعدوان الآثم، العدوان الصهيوني على أخواننا في لبنان وفي غزة. هذه التظاهرات الكبيرة من أجل تقول كلمتها للأمة الإسلامية والأمة العربية جميعا. فرددوا معي يا أخواني، هيهات من الذلة. مظاهرة هاي تضامن لأخوتنا اللي بغزة وبلبنان. حقيقة هذا العدو اللي ما يميز من طفل ومرأة، هاي المشاركة اليوم، المظاهرة المليونية، وكلها نصرة غزة ولبنان. إن العراق مع المرجعية، مع السيد السيستاني، ونرفض أي تعدي من الكيان الصهيوني. ورسالة من العراق والشعب العراقي إلى شعب لبنان، إننا صحيح فقدنا نصر الله، ولكن بدماء نصر الله سننتصر إن شاء الله. هذه رسالة أبناء العراق، لن نكون إلا مع نصر الله. أقول لهم كما قال أبونا الشهيد القائد أبو مهدي المهندس، سنوقف أمريكا وسنوقف كل أذنابها من العراقيين وغيرهم، والله لن نبقيهم. ما نروحهم للموت، ما الموت، ما نروح لبنان. كلا كلا إسرائيل، كلا كلا إسرائيل. إن شاء الله العراقيين ما يصيرون على صفحة، أول المتصدين وأول المقاومين وأول المدافعين عن الإسلام وعن المذهب وعن كافة الشعوب المضطهدة بما فيها الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني الشقيق المظلوم. عند ضريح العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام ختم المتظاهرون تظاهرتهم المؤيدة للمرجعية الدينية والمستنكرة للعدوان على غزة ولبنان. صلاح الخزاعي، كربلاء، الميادين. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد زوروا صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net. إلى اللقاء.